بسم الله الرحمن الرحيم. فادي نقول لك مباراة صعيبة صراحة، مباراة ديربي، كانت فيها ندية كبيرة، كان فيها لونجاجمون فيزيك بزاف. كنظن بين الشوط الأول صراحة كان متكافئ، كنا نقدروا نكونوا فايزين فيه، نقدروا نكونوا نهزمين، وكنظن بعد 20 دقيقة الأولى تسجلنا هدف اللي كان مستحق ديال الفريق ياخذ منصور، لأن هاجموا بشكل كبير في بداية المباراة. من بعد صراحة كان ردد الفعل ديال الفريق، رجعنا في المباراة تعادلنا، سجلنا هدف التعادل، ولكن المهم اللي كان خصنا نجريو 5 دقائق الاخيره في الشوط الاول ونخرجوا واحد لواحد، وتكون يعني الشوط الثاني في مستوى اخر، وكيما كنقولوا يتبدل الماتش. فتلقينا هدف في اخر دقيقه في الشوط الاول، هو اللي بعصر شويه المباراه. نفس الخطا درناه في بدايه الشوط الثاني، لان دخلنا ما انطميناش الدوزيام ميتون مزيان، وتلقينا هدف في بدايه الشوط الثاني كان اللي صعب المباراه. كنظن بانهم كان ماتش مزيان، جوج ديال الفرق اللي كيلعبوا كره ما كيدافعوش بزاف، يعني كيلعبوا كره مفتوحه، كره طبيعه الحال اي واحد يعني مهم في الفريق، اي واحد. كنظن بان حتى الحارس الثاني اللي دخل هو قدم شوط في المستوى، وطبيعي فاش كيخرج لك الحارس الاول فالفريق كيتاثر. ولكن على العموم كنظن بان ادينا مباراه جيده، الفريق يعني غادي يعني من حسن الى احسن. الفريق الهدف ديالو هو الصعود هذا الموسم، كنظن بان باقي المباريات طويله، عندنا 5 ديال المباريات اللي بقات على الشطر الاول، 4 ديال المباريات عندنا في الميدان ديالنا، فكل شيء ملعوب. كنهني فريق الاتحاد ياخذ منصور لان قدم مباراه في المستوى، وكنظن كان يعني كل شيء يمكن يوقع في هذه المباراه، يعني نقدروا نفوزوا ونقدروا نهزموا. اليوم كنظن كان التوفيق من جهه فريق الاتحاد ياخذ منصور، كنهنيهم على الفوز، وان شاء الله عندنا مباراه صعيبه الاسبوع المقبل ضد امل تيزيد، ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نرجعوا ان شاء الله. كما قلت لك لان المباراه كانت مفتوحه، المباراه كانت اي فريق كان يقدر يفوز، وانت شتي ان كانوا 6 ديال الاهداف، كان الناس اللي جاو تفرجوا الحمد لله مشاو بمجموعه ديال الاشياء ايجابيه من المباراه، كانت يقدر يعني يوقع اي حاجه نقدروا نفوزوا في المباراه. للاسف نازلنا، ولكن هذه هي كره القدم، اهم شيء هو الناس اللي جاو تفرجوا شافوا طبق كره في المستوى، شافوا 6 ديال الاهداف ديربي ديال العاصمه. اللي نتمنى ان شاء الله هو حد موفق للفريق الاتحاد ياخذ منصور، وان شاء الله حنايا نريكيبيريو المباريات الجايه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.